ضمن أخبارنا المحلية أيضا في هذا الصباح، قام مكتب الثقافة بمحافظة شبوة حفلا ختاميا لتكريم الفائزين في مسابقة شبوة للقصة القصيرة لعام 2021، والتي تعد الأولى من نوعها في محافظة شبوة. للتفاصيل أكثر عن آلية المسابقة والهدف منها ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة الشاعر محمد الأحمدي. صباح الخير عليك أستاذ محمد، يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك. في التغطية شوي مش واضحة أخي محمد، إذا ممكن تجلس في مكان فيه تغطية إذا سمحت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل أخوة المشاهدي قناة يمن شباب في هذه الأطلال الجميلة من شبوة، ومع أخبار ثقافة شبوة. تفضلوا. أهلا وسهلا فيك سيد محمد، يعني أعطينا فكرة أكبر عن هذه المسابقة، من أين جاءت الفكرة وما هي الآلية التي قامت عليها؟ طبعا بالنسبة لفكرة المسابقة هي من أفكار مكتب الثقافة، أتت نتيجة الحاجة الملحة لإلقاء الضوء على هذا النوع من أنواع الأدب لإحياء لإعادة الروح فيه، لإعطاء فرصة ولإعطاء مساحة الفرصة للشباب المبدعين في هذا المجال. بالنسبة للآلية، وضعت آلية من قبل لجنة التحكيم التي كانت من كبار النقاد على مستوى الجمهورية برئاسة الدكتور عبد الحكيم باقيس، الأستاذ الدكتور عبد الحكيم باقيس، وضعوا آلية وهي استقبال النصوص عن طريق الإيميل، ثم وضعنا لجنة للفرز والغربلة من مجموعة أيضا من الأساتذة الكبار، قاموا بفرز هذه النصوص التي وصلت ليجدوا ما انطبق عليه الشروط ويستبعدوا ما لم تنطبق عليه الشروط، ثم نقلت النصوص الى لجنه التحكيم لتدقق وتراجع وتقيم النصوص التي وصلت اليها. نعم، طيب سيد محمد، يعني وانت تتحدث عن نصوص كانه نصوص كثيره جدا وصلت اليكم، كانت حابه تشارك في هذه المسابقه، حاب اعرف في البدايه كم عدد النصوص التي وصلت قبل الغربله وكم كانت الحصيله بعد الغربلة لعدد المشاركين في هذه المسابقة؟ نعم، طبعا النصوص التي وصلت للمسابقة نحن نعتبرها قياسا بهذا النوع من الأدب في المحافظة، ولأنها أول مسابقة تقام من هذا النوع، نعتبر النصوص أنه الرقم الذي وصلنا 82 نص وصلنا، طبعا نعتبرها رقم ممتاز جدا مقارنة بالمسابقة لأنها لأول مرة تقام في المحافظة. طبعا بعد الغربلة من قبل اللجنة المختصة في هذا الجانب، صفت النصوص التي أجيزت من اللجنة 19 نص فقط التي وضعت بين يدي لجنة التحكيم، كانت هي النصوص التي انطبقت عليها الشروط جميعها. نعم، باعتبارها سيد محمد هذه المسابقة هي المسابقة الأولى في مجال القصة القصيرة في شبوة، كيف كان إقبال يعني الناس والمشاركين وأيضا المجتمع، كيف كان ردة فعله بما يخص هذه المسابقة؟ حقيقة نحن كمنظمين لهذه المسابقة كنا متخوفين جدا من التفاعل الجماهيري او من تفاعل المبدعين في هذا الجانب، لاننا تعودنا على مسابقات مثل مسابقات الشعر، والشعر كما تعلمون له شعبيته الكبيره والواسعه، فعندما اتينا نعمل قصه شبوة او مسابقه القصه القصيره كنا متخوفين جدا من عدم التفاعل، لكن كانت المفاجاه هي العكس تماما، كان التفاعل بشكل غير عادي، التفاعل ايضا الذي افرج صدورنا كان من القاصه من النساء من الفتيات، كان اقبال غير عادي حيث استقبلت اللجنه اكثر من 25 نص نسائي، هذا فقط من فتيات شبوه، وهذا كان مؤشر اكثر من رائع بالنسبه لنا واثلج صدورنا، اضافه الى ان الفائزين كان المركز الاول والمركز الثاني احتلته الفتيات من بنات محافظه شبوه، وهذا ايضا مؤشر غير عادي ومؤشر جميل جدا واسعدنا كثيرا. وايضا الجماهير ايضا او الجمهور العالي بشكل عام ايضا تفاعل معنا سواء على مواقع التواصل السوشيال ميديا او من خلال حفل الختام ومتابعتنا وسؤالنا دائما اين وصلتوا المسابقه متى ستعلن النتائج، كل هذا يدل على ان هناك كان في تفاعل جماهيري غير عادي. نعم، يعني احنا نتابع ايضا الصغر واللقطات التي اتت من عندكم، الفائزه باول بالمركز الاول هي علي
ألف مبروك أكيد لعليا. طيب حابين نسمع منك سيد محمد أنه نوعية القصص التي قدمت لهذه المسابقة، قصص درامية كانت، قصص من الواقع، ما هي نوعية القصص التي وصلت إليكم؟ طبعا القصص التي وصلت لنا المشاكل او الوضع العام في البلاد انعكس بشكل او باخر على المواد، على القصص التي وصلتنا، فانعكست منها ما تحدث عن الحرب وما ياتي الحرب، منها ما تحدث عن الفقر، عن الجوع، عن قلاء المعيشه. تحدثت القصه مثلا الاولى تناولت القضيه المؤلمه التي حدثت في مدينه عدن لأحدى الإعلاميات والإعلامي الذي فجرت سيارته وفخت سيارته ولدرجة أن الجنين رشا الحرازي، يعني نعم، في مشهد درامي يعني مؤلم. نعم، فكانت القصة التي فاز المركز الأول تناولت هذه القضية، فمعنى هذا أنه كل الشباب، كل الذين تفاعلوا مع الذين اشتركوا كانوا متفاعلين مع قضاياهم، مع همومهم، فانعكست المشاكل وانعكست المآسي التي نعيشها بشكل يومي، فانعكست بشكل تلقائي على أفكار الشباب الذي تناولها مثل هذه القصة. نعم، هل هناك من خطة مستقبلية للاستفادة من أعمال الفائزين، للاستفادة من الفائزين وتوظيفها مثلا ربما في أعمال فنية مستقبليا؟ بالتأكيد هناك أفكار كثيرة لدينا، هناك فكرة أن نستفيد من بعض الخبرات من الكوادر في هذا المجال، الدكاترة الأكاديميين في هذا المجال، وأن نقوم بعمل ورش في هذا الجانب بحيث أننا نستطيع أن نوجه المبدعين بالاتجاه الصحيح بشكل علمي وشكل دقيق، لكي نستطيع أن نستفيد من هذه القصص التي يكتبوها، من هذه الأعمال التي يكتبوها، سواء كان في أعمال فنية درامية أو أعمال مسرحية وإلى آخره. لابد أن نستفيد منهم، لابد أن نعطي لهم الفرصة الكاملة لكي يفجروا طاقاتهم بالشكل الصحيح وبشكل علمي يعني ممتاز. تمام، يعطيكم ألف عافية الشاعر محمد الأحمدي، مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة المهرة، كل جهودكم مشكورة، يعطيكم العافية. شبوة. نعم، في شبوة. محافظة شبوة. في محافظة شبوة، نعم، شكرا جزيلا لك أخي محمد.